اليوم 14 فبراير العام 2019، أنا الآن متواجد في جبل الباغوز والمطل على قرية الباغوز شرقي نهر الفرات بالقرب من الحدود العراقية، حيث يسيطر تنظيم الدولة داعش الآن على مساحة جغرافية لا تتجاوز 3 كيلومترات مربعة. قوات سوريا الديمقراطية على هذا الجبل تنشر نقاطها العسكرية على كافة المنطقة. من هذا الطريق خلفي قبل أيام وصل المئات من النساء والأطفال الفارين من مناطق سيطرة داعش، وأغلبهم عوائل عناصر التنظيم. بحسب قوات سوريا الديمقراطية والعناصر المتمركزين في هذه المنطقة، فإن التنظيم قام بوضع حواجز أمنية على طول هذا الطريق لمنع المدنيين من الفرار من مناطقه والنزوح إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية على الأرض تمكنت خلال 48 ساعة الماضية من إحراز تقدم بطيء وسيطرت على نقاط جديدة في عمق قرية الباغوز. بحسب قوات سوريا الديمقراطية، طيران التحالف الدولي خلال اليومين الماضيين لم يقم بقصف المنطقة بسبب قيام تنظيم داعش باستخدام المدنيين كدروع بشرية في آخر منطقة يسيطر عليها. فمع تقلص المنطقة التي كانت تحت سيطرته في الباغوز، عمد التنظيم إلى اللجوء إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، الأمر الذي يعيق تقدم قوات سوريا الديمقراطية على الأرض، وكذلك عمل على حد توجيه قوات التحالف الدولي الضربات الجوية والصاروخية على المنطقة. مع ذلك يتوقع عناصر قوات سوريا الديمقراطية وقادته أن معركتهم ضد تنظيم داعش في الباغوز لن تطول، ويمكن خلال الأيام القليلة القادمة أن نشهد تحرير هذه المنطقة بشكل كامل وإنهاء تنظيم داعش في شرق الفرات. كنت أنا إيفان حسيب معكم اليوم من جبل الباغوز والمطل على قرية الباغوز.